بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بإذن الله أقدم لك عزيز المشاهد الكريم فيديو جديد بعنوان أسرار وعجائب اسم الله المقدم من سلسلة أسماء الله الحسنى. وعزيزي المشاهد الكريم، لنبحث عن كلمة قدم في القرآن الكريم، ولنبحث عن كلمة قدمت في القرآن الكريم أيضا، ولنبحث عن كلمة قدموا في القرآن الكريم. وبالبحث وجدت أن كلمة قدم في القرآن الكريم وردت 4 مرات في 4 صور من صور القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس الآية 2. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سورة النحل الآية 94. وقوله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. سورة صاد الآية 61. وقوله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. سورة القيامة الآية 13. ووردت كلمة قدمت في القرآن الكريم 18 مرة في 18 سورة من سور القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورة البقرة الآية 95. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة آل عمران الآية 182. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وسورة الأنفال الآية 51. وقوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. سورة النساء الآية 62. وقوله سبحانه وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم إن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سورة المائدة الآية 80. وقوله سبحانه وتعالى: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. سورة يوسف الآية 48. وقوله سبحانه وتعالى:
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سورة الكهف الآية 57. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة الحج الآية 10. وقوله سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. سورة القصص الآية 47. وقوله سبحانه وتعالى: إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذ هم يقنطون. سورة الروم الآية 36. قوله سبحانه وتعالى: قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. سورة صاد الآية 60. قوله سبحانه وتعالى: إن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إنا عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. سورة الشورى الآية 48. وقال سبحانه وتعالى: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. سورة قاف الآية 28. عزيزي المشاهد الكريم، في هذه الآية الكريمة إجابة لكل سؤال حول لماذا ترك الله الظالمين يفعلون ما يفعلون ويرتكبون ما يرتكبون. فالله قال لهم: لا تختصموا لدي في هذا اليوم، وهو يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: وقد قدمت إليكم بالوعيد. صدق الله العظيم، هذا قاله في الدنيا قبل اختصامهم يوم القيامة هنا. بالوعيد لمن كفر بي وعاصاني وخالف أمري ونهيي في كتبي وعلى ألسنة رسلي، فليس لكم عذر الآن. فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم. ووردت كلمة قدموا في القرآن الكريم 7 مرات في 5 سور من سور القرآن الكريم، في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرة الآية 110. وقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم إن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا إنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سورة البقرة الآية 223. وقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين الآية 12. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات الآية 1، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سورة المجادلة الآية 12، وقوله سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. من الآية 20 من سورة المزمل. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو عمل لايك وشير ليصل هذا الفيديو إلى أبعد مدى. الاشتراك بالقناة يشرفني ويسعدني، وأشكركم على حسن المشاهدة، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى من سلسلة أسماء الله الحسنى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.